هو الله فاعرفه ودع فيه من وما دعاك ولم يترك طريقك مظلما عن الحق نحو الخلق يدفعك العمى تقدم إلى باب الكريم مقدما له منك نفسا قبل أن تتقدما تجنب قيود الحظ فالحظ مرتهن وأرهق جنود النفس حربا ولا تهن وفي ظلمات الطبع بالحق فاستبن وعرج على باب العليم فسله من مواهب نور العلم بحرا قليثما أترضى مقام الجهل تخبط في السرى بطامسة أعلامها متحيرا تطلع لنور العلم واطلب مشمرا فمن لم يكن بالعلم في الناس مبصرا فلا عاش إلا في الضلالة والعمى ذو العلم بين العالمين أعزة على درجات المصطفين أدلة وفي ملكوت الله للقوم شهرة نعم علماء الدين للأرض نعمة على الثقلين عمت الكل منهما به أي بالعلم أصفياء الله هاموا بحبه به أدركوا حسب الحظوظ لقربه وهم أوصلوا السلاك أسرار غيبه بهم شرف الدارين تم فهم به ملائكة باهت ملائكة السماء ملائكة ألبابهم وصفاؤهم ملائكة ألبابهم وسناؤهم أقامهم هذا المقام صفاؤهم على الملأ الأعلى يحق ولاؤهم ألم تر في القرآن أن أولياؤهم ملائكة الرحمن فالله أعلما لقد نطق الوحي العزيز بنبلهم ولا حبل للمستمسكين كحبلهم بقولهم نور الهدى وبفعلهم أقرت جميع الكائنات بفضلهم عليها فحوت البحر في البحر هينما هينما بما الآن يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير إلى ربها استغفارها وخشوعها لهم أي للعلماء إذ هم أمطارها وربيعها وخالقها في المهتدين سميعها ولملا ولولاهم تلاشت جميعها ولم يبق منها في الوجود لها سما.